الثقافة الميدانية للضيوف في الفعالية. احنا استعدادات المهرجان بدأت قبل يمكن 3 شهور، اجتماعات توثيقية، توثيق مع الجمعية المصرية لحماية الطيور البرية، الجمعية المصرية للتصوير الطبيعة، طبعا وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والتعاون مع محافظة بورسعيد. يعني الحقيقة جميع الجهات كان فيها تعاون وتنسيق ان احنا نخرج الفعالية على اكمل وجه، لان هو الوضع بورسعيد السياحي فارض نفسه علينا، احنا مش في مزاجنا، احنا بورسعيد محمية طبيعية، الطيور جاية لنا لغاية عندنا، فاحنا مش هي المقومات نفسها عندنا، فاحنا مش محتاجين، احنا ما الا احنا عايزين نظهر ده للعالم كله. فالحمد لله يعني احنا بدأنا ظبطنا، شفنا اماكن تواجد الطيور مع طبعا محمية أشتون الجميل، حضرتك زي ما انت عارف هي متواجدة في بورسعيد في منطقتين، في بحيرة الملاحات وفي محمية أشتون الجميل. فيعني دي حاجة، واحنا عاملين دعوة مفتوحة لجميع المواطنين والمصورين ومحبي الطبيعة ومحبي التصوير، حتى الأطفال الولاد في المدارس في الجامعات فتحن لهم الباب ان هم يشاركوا ويستمتعوا قد ايه بورسعيد جميلة، قد ايه ان بورسعيد فيها مقومات طبيعية مش موجودة في دول عالمية. فالحمد لله ده في اطار يعني الاستراتيجية اللي احنا ماشيين عليها في الوزارة، ان احنا ازاي نستفيد من المقومات في كل محافظة. فالحمد لله يعني نتمنى ان شاء الله الفعاليات تنول اعجاب الناس وتتم بنجاح باذن الله. اللي فاتت كان المهرجان تجريبي وكان خاص بالمصورين والمهتمين بالتصوير، السنه دي حبينا ان احنا العالم كله يعرف ان بورسعيد محميه طبيعيه، يشوف الطيور شكلها ايه انواعها، يشوفوا الاماكن. فاحنا ما حبيناش ان احنا نعمل فقاعات، حبينا ان الموضوع يبقى اوبن اير، حبينا ان نعمله في مدينه بورفؤاد بالاخص، عشان بحيره الملاحات او كما اطلق عليها الناس بحيره الفلمانجو. فاحنا طبعا كانت رؤيه صائبه، واحنا يعني نشكر سيادته ان هو نبهنا برضو حاجه زي كده، فحبينا ان احنا نعملها زي ما حضرتك شايف احنا بالقرب من موقع تواجد الطيور. اما بالنسبه بقى للطلبه احنا عايزين نعرفهم، عايزين ننمي عندهم ان هم يبقوا عارفين ايه هي مقومات سياحيه، تمام، ايه هي السياحه البيئيه، ازاي ان احنا نستفيد ونشوف الحاجه الحلوه في بلدنا. فده اللي احنا شغالين عليه كوزاره السياحه والاثار وهيئه تنشيط السياحه، ازاي ان احنا نزيد او ننشط الوعي عند الطلبه في الجامعات وفي المدارس. فان شاء الله يا رب يعني تبقى نقدر ان احنا نوصل للنتيجه المرجوه يعني من اقامه الفعاليات.